ايه يا جماعة، عاملين ايه؟ السلسلة دي قربت تخلص للأسف، يعني إذا الماوس بطيء، كمان قربت أنسى اسمها من كتر ما هي مش عايزة تفتح ونسيناها في القناة، فأنت فاهم بقى، يعني لايكات واشتراكات عشان نكمل في السلسلة اللي قربت تخلص زيت. وخش يا باشا على الفيديو علشان احنا رايحين كده نبص بس على المحل. ايه ده، من اولها مجلتش؟ عايزين نجيب الشاشه ديت، هاتها من غير كلام، معانا فلوسات. الحرامي مش عارف يخش الباب مقفول. يا عيني يا حارس، انا بدفع لك فلوس علشان اللي زي الاشكال ديت ما يخشوش المحل. نظف بقى المحل، انت فاهم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، وكالعاده يعني سكيبس. ايوه بصوا يا جماعه، بصوا ده غرفة البيتكوين، كده كله مقفول، لازم نفتحه كل واحد. كويس اللي انا معايا اللي هي البتاع دوت، المقشة ديت، عشان ما ياخدش البتاع، فاهم؟ انا بقول ايه؟ اخلص علشان يا جماعة ما يمسكش البتاع وانا بدوس، فاهم انت؟ اللي هو بص عمري كده ما هياخدها. امال لو انا مش معايا المقشة، يعني مش يعني انت فاهم بقى، انا اخلص يا ابني. يا جماعة ده مش عايز يشغل اخر اتنين، ارمي دي، حط شغل عشان نغلب. يعني مصنع الحديد والصلب دلوقتي هيجيب لنا فلوسات قد كده، اكتر من الحاجات دي كلها. نفتح المحل بقى كده على السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعايزين نشوف كمان الحراره. هنا ساقع وهنا ساقع، هنا معتدل، هنا معتدل، وهنا معتدل. بص بص بص، انا مصدقه ان البتاع اتفتح. هو ده؟ لا اله الا الله. ابلع يا معلم، ابلع يا بيه، نجلتش. بص بص، ده انا مستاهل الفرصة، هو التاني وعايش شوكولاتة كمان. يعني عايزين نخلي اللابتوبات كلها يا جماعة في الحتة دي. المفروض ما نتكلمش، المفروض نقوم نعملها وخلاص. في هنا زبالة، وفي ايه يا جماعة؟ هو لو حد يعرف ازاي اخلي الناس دي يبطلوا يبحثوا عن الحاجات دي، حد يقول لي. يعني انا خايف الشرطة يجوا يخلصوا على الحاجات اللي فوق، فنشغل الكمبيوتر بسرعة ونشتري البتاع اللي هي منع الشرطة، فاهم انت؟ جليتش الشرطة. ايوه اهي وبس كده. عايزين نشوف كده البيتكوين جمع قد ايه، فاهم انت؟ نبيع. هو جمع ب 2000. هذا شغال شغال، ما تيجي تقعدوا يا جماعة البتاع ده. الحته الحوطه دي تقريبا مجلتش، كل واحد كل يوم يجي مجلتش نفسه هنا. عايزين نجيب اركيد تاني. بص عايزين بقى نجيب من النوعيات الغاليه بقى، فاهم انت؟ خش على زمزور، خش على الاركيد. هات ده وهات، بص هات كله، اي حاجه قدامك هات. بس اشتريت حبه اركيد كتير، والواد ده انا مش هيجيبها هربر. يا ابني ما تبلع، يا ابني ما تبلع، وانت ما بتحرمش، تضرب كل ما تيجي وبرضه بتيجي تاني. يلا واحدة سكيبس كده على السريع، نحط فيها الاركيد. بس كده حطينا يا جماعة كل الاركيدات، حطيناهم بالطريقة دي. لو حطينا واحد هنا اهوت، واللي يعني فاهم انت، حطيت حبه هنا اهوت، لسه هرصصهم، نروح نشتري المزيد. خلاص يا جماعه احنا بقينا مليونير. ايه ده؟ مش مليونير قوي يعني، لسه النيه مش سالكه. وبس كده يا جماعه، عملنا اللي هو الاركيد، لغرفة الاركيد. بص بص شكلها عامل ازاي، بص 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 الترتيب، بص الصف ده كله هيجيب لنا ذهب ان شاء الله. ياه والحاجات دي، بص بص عملتها ازاي، اللي يخش ما يجلتش في التاني، فاهم انت؟ نروح ننام ونصحى الصبح يا باشا نجرب اللي احنا عملناه ده. بس ناكل لنا واحدة كده على السريع، كده ما كناش حاجة يا عم. هو ده طبعا انا بطلع فوق في البيت يا جماعه، الفريمات بتنزل لسبعه مش عارف ليه. شوف ده جاب حاجه جديده، كل حاجاته قديمه تقليديه، وان شاء الله انا هضربك ان شاء الله كده في يوم من الايام. بس معلش قبل ما ننظف يا جماعه كده اهوت، نفتح المحل كده وكده.
كان يفتح بس. كمل تنظيفه، كمل الموسيقى كده بس كده. بما ان احنا فوق دوت ومعانا البتاع دي في ايدنا، نشغل البيتكوين ده لو ما اشتغلش. لا شغال الحمد لله، من امبارح شغال. نشوف كده هو جمع لنا قد ايه. كمان الناس بدات تخش اهوت، جمع لنا 3. نبص كده نجيب 3 ديت سيل. عايزين كمان بتاع دوت اللي هو بتاع الشرطه ديت عشان ما نموتش، عايزين بتاع انتي فيروس معنى من الفيروسات. عايزين نقلل الاسعار يا جماعه، علشان الاسعار كل ما هي غاليه كل ما الناس تبقى قليله. اهو لازم يكون على الساعه 10 الصبح لغايه 11، فاهم انت؟ حاجه شلل. نجيب الاكل ده هو قبل ما نطلع كده. عايزين يا جماعه نجيب زي اللابتوبات دي تاني كده، 2 كمان جنبهم. نروح نجيب 2 كمان يا جماعه بس كده. اي حد على الواقف يا جماعه هنا ممكن يلعب عادي. يا جماعه هو في كرسي اختفى وفي دروبات جت، مش عارف ايه الضحك ده. لو مفيش حاجه تضحك المره كمان، واحنا هنا عايزين نشيل حبه اركيد. يا جماعه تقريبا كل ما كترت في الحاجه كل ما الدروبات بتبقى اكتر، ودروبات اظن بتيجي من الواد ده. ايوه كده بس كده يقدر يعدي عادي. ايه ده ال 2 كيلو اركيد؟ احنا كمان لسه في 12000. نروح نكمل الاركيدات يا باشا. بص بص اللعبه عامله ازاي، ده هتكرش دلوقتي. بص اخلص يا عم، انت عايز ايه انت؟ عد عد عد. لا اله الا الله يا جماعه، كده كده الدنيا جلتشت على الاخر يعني. ياه يا جماعه شايفين مالت اهوت على الاخر. وبص بص بص يعني ذهب حرفيا هيجي كده، مش عارف اخش. بص كمان هنا الحته دي اتملت، ده من كتر ما المحل اتملى يا جماعه، في دروبات زي ما انتم شايفين كده، اللعبه بتهنج والدنيا زي الزفت. وهنا برضه اتملت سلام. وهنا بصوا اللابتوبات دي كلها. وهنا شوف المزبله دي، ياه لابتوبات يعني حلوه تفهم انت. شوفوا من بدايتي كانت عامله ازاي في اللعبه دي كده يا باشا. اقفل المحل الى الابد واقول لكم. وبس كده يا جماعه، طبعا خلصنا السلسله ديت، مش الفيديو ده، الدروبات دي يعني. لو عجبتكم السلسله اللي هي خلصت دهيت، يا ريت تدوسوا لايكات واشتراكات. يلا نشوفكم على اي حركه اخرى من اي سلسله اخرى، مش من اي لعبه ديت يا بنت. خلاص كده اخر حركه من السلسله. اخلص يا ابن ايه النهايه الرخمه دي، بس هي كده لايكات واشتراكات وتاني حفره في المشهد. دروب، انا قلت برضه دروب، لازم نختمها بدروب.